ضيف او ضيفة فريد على قناة انفاس بريس، مواطن او مواطنة كنسولوها ولا كنسولوه باش كتحلم او باش كتحلمي؟ كل واحد باش كيحلم وكل واحد الحلم ديالو. بغيتو تعرفوا الحلم ديال هاد البنت؟ اجيو معايا. السلام عليكم سيدي. الاخت باش كتحلمي، شنو هو الحلم ديالك؟ الحلم ديالي الصراحه هو نمشي للغربه. علاش؟ كان عندي ظروف عائليه وداك الشيء، يعني باغا نصوفي الوالده ديالي وباغا نصوفي حتى راسي، يعني ندير المستقبل ديالي انايا وندير المستقبل ديال ماما. الاب ديالك باقي في الحياه؟ لا بابا ميت. الله يرحمه. الله يرحمه ويستر. وعلاش يعني هذاك الحلم ديالك ما تحققش لنا في البلاد في المغرب حدا ماما؟ ما قدرش، يعني ما كاينش اللي غادي يعطيك هنايا، ما يمكنش تحقق الحلم ديالك هنايا. ما عندك لا ديبلوم، انا خارجه من السابعه، يعني ما عندك لا ديبلوم، ما عندك حتى شي حاجه، حتى الشركه ما غاتقبلك ولا شي حاجه، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. مثلا علاش يعني شي دريات كيحلموا انهم يتزوجوا شي ولد الناس ويسترهم كاع ويبركوا في الدار ما يخدموا ما والو؟ مثلا كل التفكير ديالها فهمتي، وما خليتش فاش خدمت في وزينات في ميناج طياب، ما خليتش ما درتش. يعني ما كاينش شي واحد معين عندكم في الدار، شي واحد كيعاونكم؟ لا كاينه غير خوك. ماما صافي، ماما هي اللي دايره بيع وشري ديال الحوايج وكتجيب لنا المصروف في الدار. ولكن يعني الحلم ديالك انت غير برا، ما عندك شي حلم اخر؟ راه عندي حلم ولكن باش نحققه هنايا راه ما يمكنش تحققه هنايا. شنو هو هذا الحلم هذا؟ بزاف ديال الحوايج طموعه، بزاف ديال الحوايج. يعني مثلا عطينا شي حاجه مثلا كتحلمي بها. صراحه ما كرهتش ندوز نخدم شي خدمه اللي شي حاجه زوينه، شي حاجه كونفيونس، ونتخلص بخلصه مزيانه وندوز بيرمي ونبقى نتقاسل وندير بارطما ديالي هنايا زعما في كازا ولا في اي مدينه، المهم نستقر انا ونجيب والدي هنايا نستقروا معايا وصافي. دابا لان كان شي ود الناس انه يحقق لك هذا الحلم ديالك لبرا، باغا تمشي لبرا؟ اه يعني غنهضروا مع الجاليه المغربيه. دابا فين انت؟ اش من بلاد باغا تمشي لها؟ انا باغا نمشي لطاليان. طاليان. دابا غنهضروا مع الجاليه ديال ايطاليا، الا كان شي ود الناس معقول وباغي يتزوج ويديك لطاليان توافقي؟ نوافق. نوافق كل التواضع. كل التواضع. تمشي؟ نمشي. وتكوني مرا وقاده؟ مرا وقاده. البطاقه الوطنيه؟ عندي. عندي لاكارت ناسيونال. يعني انت قابله تدوزي معنا؟ قابله ندوز معاكم في كل روح ريادي، في كل التواضع. كل التواضع. يعني هذا هو الحلم ديالك؟ هذا هو الحلم ديالك. كنتمنى ان يحقق، يعني تحقق لك هذا الحلم ديالك ان شاء الله، ويكون يعني شي واحد من الجاليه المغربيه اللي في ايطاليا ويحقق لها الحلم ديالها، يصب لها ورقيتها ويديها ويتزوج بها على سنه الله ورسوله. امين يا ربي. شكرا بزاف. تحياتي ليك.